وسهلا. أهلا وسهلا، والصورة بتحكي ألف كلمة وكلمة. يلي رح نشوفهم هلأ في مؤتمر ما في ولا عربي. دايماً المؤتمرات المهمة اللي فيها علم واللي فيها طريقة كيف بدنا نتخلص من هالنصف الكرة الأرضية وشعبها ما في عرب، والسبب نحوهم صور لمؤتمر العالم الإسلامي لنصرة غزة في جدة. طلعوا بهالعرب كلهم علماء دين مهمين وسياسة، يعني يلي صورون حول العالم الناس عم بتشوفون، هذا كان القصد انهم يتوصلوا انهم العرب يضلوا ميتين وعم يشخروا، دعوا الأموات يدفنون بعضهم البعض. وهلأ منحكي كيف قدروا يتوصلوا إلى هالعالم العربي الإسلامي، هالإسلام اللي فات بالأخلاق إلى الشرق وبالعلم إلى الغرب، والفاتيكان حماهن وقت قال لهم ما في فرق بين النبي عندكم والمسيح، فرق بسيط، أنا بحميكم من العرب هالمسلمين. هون رايحين يسمعوا قد ايه عم نتخسر أموال وحياة، هيدا تاريخنا وهيدا مستقبلنا من سيء إلى أسوأ. الحقيقة يا نعم أو لا، على التليفون ما في زوم يجي حتى، يعني ولا قطرائيل ولا إسرائيل ولا تتحكم فينا هالدولارات نيل من إلو مرقد عنزة ببلده بالجبل، خلاص شو رايح معك على القبر؟ اشتغل عليهم، يعني شو اللي سبقني على الوطن الحقيقي؟ كل واحد مفكر إن هو اللي نايم، غيره منه نايم ومش عارف حاله نايم، كلهم نايمين حتى لو مفتحين عينيهم. يعني مش معناته إذا فتحت عيونك الصبح أنت واعي، ما عندنا وعي، no alertness no awareness، ما في وعي، ما في إدراك، ما في يقين. يقيني يقيني إذا موجود، بس يعملوا اجتماع قمة وقمامة، يعني كلهم هيك. أكثر الحكام شفتهم يعني مرة علي عبد الله صالح باليمن، دعاني وهو الوحيد بين كل هالحكام العرب اللي شفتهم، بعد أخذني من البيت ومرافقني، كان واحد دايما منهم كل الوقت، وبعتني كمان على لبنان ومبلغ مصاري عطاني، وعطاني قمح وكل شيء، وقال لي اليمن لك. وكان في دورة لهالعلماء المسلمين يحكوا عن الإسلام، قال لهم 1400 سنة شو عملتوا، هالمرة واحدة شو عملي. عطيت دورة عنده، واحد مشلول والثاني سرطان وهيك في مستشفى، قلت له سكر المستشفى، قال لي قولي له يدفع لي 5 مليون دولار بسكر المستشفى. نحن السبب، حطني على التلفزيون قال لي بعد في أمريكا شخصيا ما أجا يسكتك كمان، ما استرجع، رجعت طلعت دغري. ما في الإعلام دايما بإيد وسلعة بإيد الشر إلا عبادك الصالحين. فإذا نحن منا بحاجة هلأ إلى أي تلفزيون، رح يقعوا كلهم خلاص، 5% بيحضروا تلفزيون رحوا بإيدهم للناس. فوتوا أونلاين وحطوا بيت الله وكل هالعلوم موجودة، كل الكتب منك بحاجة. حتى رح يكون إن شاء الله على نيو تي في، من وقت ما طلعت مريم على الإعلام الجزيرة وقبل وبعد وكله على الام تي في، وين ما كنت بالإعلام العربي حطوهم كلهم، والكتب والموقع، حتى إذا ضربوا هون ما يضربوا هون، وحتى إذا ضربوا هون وهون. محمد مات ما تعطلت الأمة، يعني 72 ملي برن بالنار، الشمس شيرة والناس قاشعة وفينا انطوى. بس تجيكم أي إشارة ربك فكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وكف الطريق، ما تلتهوا بالإشارات. في شر وفي خير، نعم أنا ما كنت صدق في شيطان، يعني قول أنا معقولة شو، بس بلا في شيطان، ولكن مش مثل ما بيفسروا لنا إياه الخوري أو الشيخ أو هيك، طاقة شريرة موجودة، بس أنت فيك تشيلها من حياتك من بيتك من وين ما رحت،
فيها اسمها ديماركيشن لاين، بتحط حدود لإلك ما بتخليه يفوت. كل بيوتنا تقريبا بلبنان بنعرف انه في حبقه على الباب قبل ما نفوت لعندك. كلنا اسلام ومسيحيه، نحن بدو ما كان عندنا ام علي وما كنا نعرف انه علي مسلم، وما فيها ولا واحد مسلم، بس بنعيط لام علي، ولادها بعد ما احنا بس ما عم بيعملوا شيء، رحت شفتهم ولا شو عم تعملوا؟ سترينج ومرينج والادويه والامراض والمشافي والمستشفيات والصيدليات والاكل. يا ابونا اشوي، قال لي ما فيني لين لانك انت هيك. هو المسؤول السائد، نحن كالكعك من هالعجين. هذا هو نايم رايح يحضر مؤتمر، وبعدين بيزقفوا بيروحوا بياكلوا قالب جاتوه، كل واحد بيفتكر انه قال اللي بده يقوله وعطى رايه. شت بزير، المبذرين اخوان الشياطين. خلص عم بيشوفوا بيحلم بالحوريه، امتى بده ينكح، امتى بده تبرش وحده ترطيب الصرمية، كلهم بيوعوا. مثل هيدا المره أنا وجاي على الكنيسة لقيت حمار على الطريق، وقفني الحمار قال لي يا أبونا، يعني عم حكيني وعيه كله. أبونا شو قال لك الحمار؟ قال لي شو قال الحمار؟ وعيته بس شو بيقول هالحمار؟ عم تغفو وتشخره. الحق عليك، ما بدهم هالوعظات. إذا بدك تنام روح على الكنيسة. قالت لتيتا إذا دفعنا هلا مصاري فينا نفل. ما تنطري تايل أم الصينية، هلا خلينا نفل. بشكر بظهور شوير يلي وحدوا بالعيد، ان شاء الله كلنا نوحد، ما بقى في سني وشيعي وكاثوليك بروتستانتي ومسيحي ومسلم، كل لحظه احتفال وكل لحظه فيها يقظه. كلنا نعرف انه الان هو الزمان والمكان، يعني now or never the power of now. هلا قال له الان انت معي لحد المسيح. المسيح بعده على الصليب، والحبيب بعده بدعاء الطائف عم نرجمه. كل ما ضربت نملة عم تضربه. ارحموا من في الأرض، يرحمنا من في السماء. أنا ما بتعامل مع كل الكذابين والحرامية والصوص اللي فاتوا على بيتي وعلى بيت السلام، قلت لك أبدا، بس ما معناته منن بقلبي. الفعل عاطي اللي عم بيعملوه ما بخليهم يفوتوا بقى على البيت وما بتعامل معهم، بس ماني بحاجة له. ولكن هالفاعل شي نهار بيتغير بيصير أنا فعل مش انفعال. منو هالفاعل؟ منو موجود؟ نيالي اللي عنده إيد فاعلة، كلنا مكسر حطب كلنا ونعمل. بدنا نرجع للحضارة يلي هي من أمنا الأرض. هيدي كلها بتشوفوها حضارة، منا حضارة، لا حضرتنا للموت ولا للحياة. هيدي دمار شامل إن شاء الله قريبا. اللهم عجل بالدمار الشامل، دمار الجهل ودمار اللي عم بتشوفوه. فإذا هودي هن حكام هالعالم العربي بيجتمعوا تيلتقوا كلهم سواء، انه شو عملنا الاجتماع في مكة في المدينة في كذا، ويعملوا فتاوى ومهضومين بهالفتاوى. دخيلكم كيف بتجيبون، يعني انه مرأة لازم تردع كل الرجال اللي ما عطى يصيروا اخوه برضاعة، لخي 10 نسوان و2000 رجال، شو بتلحق تتلحق يعني؟ كل واحد هيك فتوى على نفسه، هيدي لانه هيك حكام غافين وعم بيشخروا، شو بدهم يعطوك حكمة؟ ما بيعرفوا شو الحكمة اصلا يعني. عند الأجانب موجودين كثير قليل، بس عندهم هيك داهية هن إنه بيعرف كيف يبتسم، هوليوود سمايل من أوباما، ويلي جاي وراء أوباما عنده سمايل أكوادار وغني، وما بده العرب أبدا، كل العرب ما بده إياهم وما بده السود، بده بس يهود العالم كلها والأمريكان وشوي من الأوروبيين يعني. الهنود يلي أغنياء بحطوا شروط، هو مورموني يعني له حق يتزوج أكثر من امرأة، وإن عدلتم فواحدة ولن تعدلوا، كانت بزمانها هيك يعني. الكريم نعم ولا، وهيك المسيح كل مستنير بيقول لك في ميزان، أنت شو بدك؟
ورفع الميزان، بس صرنا أوفر كتير في إفراط بكل شيء عم نعمله. يعني تشوفوا كيف من أمراضنا إلى جهلنا وين ما رحنا، وهلأ هاي مهضومة ومحقيقة، بس بدنا نقرب الكاميرا تنشوف كيف فينا نصورها. هيدا if you work here، إذا بتشتغلوا هون بهالمطعم بكل بلد يا أخوتي في لغة، نحن عنا إياها مسبة، أو مثل بالسودان في كلمة ما فيني أقولها، مع اثنين ثلاثة لبنانية. بعدين الشيخ إجا سلم علي بالإيد وغمرني يعني، قال لي نحن عرفنا أنه عندك حب واحترام للصوفية. قلت له نعم، بالسودان الصوفية علنا، وهلأ إن شاء الله يتقدم أرض بالسودان وتكون الصوفية موجودة. قالوا لي أنت عندك العلم، نحن علينا المال وأنت عندك العقل، إن شاء الله بكل بلد تكون مسموحة. بالسعودية شبه مفقودة، يعني أنه بعد سن شعي مثل ما نكون شايفين. ولكن هيدا مطعم اسمه FUK وMIME، سوشي وسي فود. انه اذا واحد تلفن هي شو بترد؟ تتي. في كلمات كثيره مثل هيدا، يلي سفير وزير خارجيه بسوريا بفرنسا اسمه بشو ببلش؟ الاف امير بحذف الميم، يعني انه مهضوم كثير بلبنان كيف ركبوا التركيبه، ما فيني اقولها هون بس محطوط على المواقع. وحطيتها بكتاب الحمار، كل شيء ممنوع بتلاقوه بكتاب الحمار وموجود على الموقع وبتقروا. كيف بتلاقوا هالكلمات؟ هي مهضومه قولوها، ما في صح وغلط يعني. لاولادنا نحن هن وصغار، لو بوس لاندكس لو ماجور ما ادري شو، صاروا يسبوا هاي المسبه وهيدي ها وهيدي ها وهيدي ها وهيدي ها، وعند الرهبات يقولون كلهم المسبات. وبشكر يلي شايف حالك حطيتوا دعايه حلوه كثير، كيف الاولاد الصغار انه انا ما بحب المسيحيه، قال له انا ما بحب الاسلام، قال له لا نحن ديننا احلى من دينك، انا لا انا ديني، قال له شو النشيد الوطني؟ قال له ابانا الذي في السماوات. مهضومين هالولاد، وقت اللي بيسمعوا امهم وبيهم عم بيحكوا بيطلعوا مثلهم، عم بيشوف المجتمع شو هو، انا مسيحي انت مسلم، لا انا احلى منك، لا نحن احسن، نحن بنصلي بالخمسه، نحن بالثلاثه بس هالثلاثه اقوى. اللي وصلنا من ألوف السنين لليوم، يعني لا المسيح له علاقة بالفاتيكان ولا له علاقة محمد بالأزهر. بشكر المنار والتيلي لومير، بطلب منكم اثنينكم تحطوا فيلم فرانسيسكو. واني في نكتة حلوة كثير عن المنار بقراها، قال ما تتأملوا في سلام بلبنان كأنكم عم تتأملوا انه تلفزيون المنار يحط فيلم بورنو، أفلام جنسية. مهضومين، ما رح يكون في سلام بلبنان، ما زلنا نحن هيدي اللي عايشينها. يعني دايما اضربني تا اضربك، وقتلني تا اقتلك، وبسرقني تا اسرقك، وهيدا وزير سابق ووزير لاحق ومعه سلاح وعم بيهرب سلاح، لا دافعت عنه وغيره وغيره، يعني مثله مثل غيره، ان كان وزير او كان سفير او رئيس جمهورية، ما زال اللي حاكم هالكرة الأرضية هو اللي عمل السلاح والانفجار. نيرون حرق روما تيولع سيجارة، وين الحروب؟ كم حرب عملنا؟ 2000 سنة مسيحية، كم حرب بالألوف باسم الصليبية؟ وين هو الصليب؟ منحطه على رقبتنا ومنقتل بعضنا؟ حطينا المسيح على الصليب وقاعدين نقتل هالناس؟ ولا مرة شفنا صورة للمسيح عم بيرقص عم بيغني حامل طفل؟ دايما على الصليب حامل خطايا العالم، ونحن هو وابن الله الوحيد، ونحن لا بقى تشرحوا وتفسروا، المفسرون هم المفسدون في الارض. ان تستفتي قلبك ولو افتوك، الاولاد كلها بتعرف الحقيقه، اسمعوا لها. بس نحن ما بقى نسمع للاطفال ابدا، نحن بنربيهم وبنعلمهم، نحطهم بالمدرسه ونحطهم بالجامعه، بنطلع هيك بتشتغل، بعدين هيك بتشتغل عند فلان عند فلان، تطلع مصاري لانه تدينا تعلمناه، وكل المدارس متايس. يعني اولادنا صاروا مثل الخنازير حاملين سعيدين كتب ومجرجرين. انا امبارح حزن قلبي وخفت ودغري تلفنت، يعني امريكا اصحابي قلت لهم لاقوا لي مطرح دخيلكم. مره بالعمر يمكن من 80 او ما بعرف، بس مره
راسه رح يدق على الأرض وحامل كيس. درك هون واقف، الدرك هون واقف، مطرح ما أنا حدي في كتير درك ومدري شو. قلت له، رحت لقيتها هيك قلت له فيني ساعدك يعني أنا وأنت كبار بالعمر بس عنا قوي. قالت لي لا بعد فيني أمشي. قلت لها بس ما عندك أولاد؟ قالت لي عندي أولاد ومندي أحفاد بس ما حدا بتشق علي. أعطيتهم كل اللي معي وهلأ عايشة هون ببناية عطينا، ما بيجي حدا لعندك ولا لا. ومن وقتها فكرت كل واحد منا بأي عمر اللي كانت فتش على ناس ما عندهم حدا، ما حدا بيطلع عليهم. بأمريكا عملنا هالمشروع، ما حد عايز تاني مادياً، مضمونين كلنا وهيك، بس منروح منقعد معهم يعني ومنتسير ومنجيب قصص وخبار ونكت وهيك. وأنا كان معي 72 بيت كنا، بس نلاقي الحليب ما فيت يعني في شيء منفوت مندق الباب ومنفتح كل البواب مفتوحة، المفتاح من برا أو مفتوح، رجال وحده رجال ومرة وحده وانت وحدك، وكلنا مضمونين مادياً وكل شيء وقاعدين. بس عملنا عائلة وعنا خوري كان هيك مهضومة وحب النكت، وأنا أجيب كل شيء في نكت، حمصي وما حمصي وأبرمة. صرنا نهتم بالمقابر حدنا وننظف ونشتغل، إنه ما حدا ما زال عندك إجرين عفيك تمشي تعال اشتغل، الشغل بيقوينا. ما تقول أنا ما بقى فيني صار عمري 70، لا، جسدك عمره 70 80 90، أنت عمرك 100,000 مليون ومليون يعني، خلي الحي اللي فيك، سبحان الباقي بالحي وسبحان الحي الباقي، ضلك أنت تقوم. مثلا عندي اجرين مشلول، مين قال لك مشلول؟ هيدا لحقوق هون عم بيقول لك انك انت مشلول، انت منك مشلول، انت قاعد على كرسي وراح فرجيكم شو هالكرسي بدنا تشوفوها. شيز لوند اسمها، بتعرفوا واحد بس يقعد جيبوا لي هالكرسي وبنقعد نرتاح، كلنا عنا اياها بكل ضيعه وبنقعد. لحي. مين منه مفكر يعمل هيك؟ ليك شو مهضوم هالرجال. كيف قدر حط هالكرسي وقعد عليها؟ ما هو عم بيشتغل فيها كل النهار عم بلم زباله، هيك كانوا يلموا زباله. هلا تغيروا هون عندنا بلبنان ما بقى في هالكرسي، بس برا في هالكراسي بلم زباله، بلم شو بتكب انت ومدري شو هيك، وبيرجع حطها وارتاح عليها، معود عليها. شيزلون، شو في فرق بينه وبين هيدي؟ قعدوا وارتاحوا وقعدوا يتسيروا. شو عم بيخبر؟ كل واحد بيخبر عن مرته. قال له يا خيي شو بدي خبرك عن مرتي؟ راحت عملت وجه هيك من كلي من طين ومدري شو، وبعد يومين وقع ورجعت بشعة. لازم تعملوا ميك اب وين ما رحتوا، حطوا الويك اب بتجي يعني. الجمال موجود بكل الفصول، بالخريف بالشتاء بالصيف بالربيع، متواصلين بهالوصول، في تواصل بصلة الأرحام وبصلة المقام. مش المهم إنك أنت أبضاي يعني، إنه أبضاي عرفتوا كيف؟ ولو الحمار هالقد وما بيقول أنا أبضاي، كل همنا كيف بدنا نطول ونقصر ونطخن ونعرض. بتعرفوا اللي كان قاعد حد بنت حلوة كتير بالطيارة بده يتسير وياها، ما ردت عليه. بعدين قال لها شو بتشتغلي؟ قالت له أنا سكسولوجيست يعني بتعلم عن الجسد عن الجنس وهيك. قال لها شو يعني عم تدرسي؟ قالت له مين أطول شيء ومين أضخم شيء، البلاد وليش وكيف؟ قال لها مين؟ قالت له أطول شيء التلياني وأضخم شيء الإيراني. شو اسمك؟ قال لها ألبرتو رفجنساني. مهضومين يعني، بتلاقوا النكتة بدون نكتة الحياة نكد. A laughter is a door to the divine. الضحكة هي باب. في كتاب هلا ان شاء الله بيخلص بعد كم يوم بتشوفوه على الموقع، اسمه The Devil، الشيطان، The Book of Devil. تخيلك بس Devil is divine، في شيطان رحماني ورجماني وربي خلق هالطاقة. ما فيني قلكن شو قوي، ما فيني اشوف انه الا موجود بكل شيء، بس 99% بيغلبني وما بحس بذنب انه غلبني، بصير يغلبني مرتين. طيب غلبني معلش بقعد العب انا وياه. لعبوا مع الشيطان، ضلوا لعبوا انت فيه مثل ما عملت رابعه، تشيلته من القران. قال له رابعه ليش مغيره بالقران؟
في شي ولد صغير لعب فيه؟ قالت له لا هيدا انا. ليش هذا هو كل القران الخلفاء ما حطوه عزاؤهم؟ قالت له لا بلا. قالت له انا كمان ضليت حبه للشيطان انت شفت الله فيه. احبك قالت له لا خوفا من جهنم ولا طمعا بالجنه. اذا كان حبي لك خوفا من جهنم فاحرقني بنارها، واذا طمعا بالجنه فاحرمني منها. حبي لك لانك اهلا لذاك. عشان هيك قال له اياك نعبد إياك أو داو دا سستينر. ما تخافوا إن خفتم من شيء فادخلوا فيه. ما تخافوا من الشيطان واجهوا وجها لوجه. ربي خلقه هي سر كل شيء لحكمة نجهلها. وقت قالوا لي ممنوع كتاب الحكمة بأمريكا وهون وهون وهون، قلت له تانكي أوباما. ما لازم العرب يعرفوا عن الحكمة، إذا كبرت الحكمة حكموا العالم. الحكمة خمس أجزاء هلأ موجود على الموقع بخط إيدي، ورح يكون سبعة، رح أفتح في السبع مقامات. هلأ الكتاب من بعد يلي رح يخلص إن شاء الله The Devil عن الشيطان، بدي أحط كتاب اسمه الاحترام. أنا ما احترمت نفسي، هيدا هيك جرح كبير كان بحياتي، وبس شفت الجرح عالجته. نحترم هالنفس، احترام ريسبكت يعني ريسبكت. احترم، بس شوف حدي مرة حلوة على الطريق تطلع مرتين ثلاثة تطلع، احترم نفسك، تعرف على هالنفس شو جاي تعمل؟ جاي تاكل؟ باكل تعيش أو بعيش تاكل؟ لجسدك عليك حق، وذكره هذا هو جسدي اللي المسيح ده جسدي مريم خدي. عشان هيك قالت المجدلية ما حدا غيرك حبني، حطت أغلى العطور لإله. قال له اتركها تغسل إجريه بعطرة مثل المسيح غسل لنا إجرينا، عم بتغسل حالها هو كمان المسيح. أنا بشر عم غسل حالي فيكم، بشكركم كلنا بشر ونور. الوحيد يلي فيه السر هو الإنسان في لب القلب. قال له ولو الشيطان بتحطوا الإنسان هذا اللي بيهدر دمه وبيقتلك، أعلموا ما لا تعلمون. أقرب إلك من حبل الوريد، ما في مطرح تروح أبداً، عم تنتقل من غرفة لغرفة. ما زال اللي بدك إياه موجود فيك، وأنا هيك بأوضة النوم مع إنه عم فتش على كرسي بعدني كيف بدي أقعد وارتاح، لأنه ما عم بلاقي كرسي، لقيت للإنترنت بس بدي كرسي تريح لي ظهري، لأني بقعد شي 10 15 20 ساعة أوقات تقعد هيك أكتب، بدي أكون مرتاحة لا أقدر أقعد أكتب يعني. ما فيني، فيضان فيضان عند مريم. وهذا كله بفضل الله، وانتم بتبعتوا لي ايميلات وهي الصدقات، بتبعتوا لي بريد اقدر احطه بالكتب كله عن حقيقه الاسلام، مش اللي عم نسمعه وبنشوفه. شوفوا هالصوره ان شاء الله بنختم فيها. كيف قدر يحطهم على راسه؟ انا عشت بضيعه هيك، وباليمن شفتهم يا حبيبي باليمن، يعني بحضرموت. إذا بتقولوا ما في الله روحوا على حضرموت، روحوا على اليمن. كيف شو هالميزان اللي حاطه على راسه؟ كيف قدر؟ بتلاقيه حاطه هون على راسه وحاملي بجريره، وبعدين ولده هون على كتفه وديك باليمن. كيف قدر هالبطيخة؟ كيف حضرها؟ بسموه نو مايند، هون بيروح الشيطان انه موجود. وقت اللي موجود الفكر عندي هيدا الكفر. عشان هيك على الصراط المستقيم بس يجي فكره رح اوقع، رح اوقع. فاذا انت سيد على فكرك، يو ار ذا ماستر، خادم عندي. هيدا السياره انا بستعملها، ما بخليها تسوق علي، انا الخيال، ما بخلي الفرس في ريكب ومركوب. انتبهوا للنوايا بس تجي. اوكي بحط لك تاني. شو بدك تعمل؟ بدك تشرب؟ بدك تسكر؟ بدك هيك؟ طيب ربع ساعة سكرت بعدين اندمت، بدي 120 يوم طيطلعوا مني. هال 120 يوم بدي اقتلهم خمس دقايق. أنا لسان أو إنسان؟ أنا إنسان.
ليش بدي أقتل هالإنسان؟ أنسنة الله. قالوا حكيوا على العيلة، أنا بحكي على العيلة بالبيت وحدة، حكيها لمريم. طيب ليه بدي روح؟ ماني عايزة حدا، هالصر ما إيه؟ ما بعرف كم سنة إلا بإجري، انبسط فيه. وتيابي يعني شوي شوي عم بخفوا يعني. ما بقى عم بشتري يعني إنه اللي بيلبس مثلي، بعت له إياهم. بالجماعة منعيش قلت لكم بتليت بدليت بس. وصر ما إيه برا. لأنه كل شيء بيموت ما بدي أخده معي، بدي أخذ معي الحي. هو بس علي قبري، أعمالي هالحيوية اللي عندك شو عم تعمل فيها؟ هيدي أمانة بدي يسألني عنها. أعطيتك السر الإلهي شو عملتي فيه؟ أنت يا أبو صرامي وشرطيت وحرب ونقتل بعضنا؟ كلنا مشفرين شبابنا هلا تروح تقتل، واللي ما عم بيروح يقتل عم بيقتل بالنوايا. بيحكي أنت يا أبو صرامي وشرطيت وهذا كم مليون معه. قال له قل لي ماذا تأكل أقول لك من أنت، قل لي من تعاشر أقول لك من أنت، قل لي ماذا تقرأ أقول لك من أنت. هلا قل لي شو عم تحكي من كلامك بعرف. هذا هو حديثك. حديثك اللي عم تحكيه، هذا هو اللي بدك اياه. عم فتش على إنسان أنا مثله، ديوجين حامل قنديل، وعم بفتش على إنسان وعريان. ومرق الإسكندر قال له أنا ملك إمبراطور إنشحات، قال له بس نوصل على البيت بنعرف مين الملك ومين المملوك، مين العابد ومين العبد. تعجب قال له إذا في حياة تانية بحب تاني مرة أجي مثلك. قال له ما تأجل الحقيقة، أجل الكذبة. الآن هو الزمان والمكان، ما في لزوم نرجع أبدا، مرة واحدة بس بتدوب بالمحيط وبتموت بالمحيط، وبتعرف ما في إلا الله. بس ما زلنا متمسكين بالدنيا، رح نضلنا نروح ونجي dirty old man كهل زيني. بدي أركض ورا الدولار، دولار ودرهم ودينار لا، اتركوا صدقة جارية، نعم كتاب خير جليس، اتركوا كتاب. قال لي 100 و 300 سنة تقدروا العرب يفهموا، بس ليه الأفراد؟ نعم إذا بكل مليون منلاقي مريد المرشد بيجي لعندك.